صباح الخير. دي النتيجة لما الكهربا بتقطع بالليل وانتم نايمين. اوه والله العظيم لسه عاملاه بالليل قبل ما انام. انا بكره الكهربا. زقوا معايا اليوم، وحشتوني قوي. انا بقالي كتير جدا ما نزلتش فيديوز هنا على القناة التانية وعلى الانستجرام، عارف كل حاجة. ولكن يا جماعة الفترة اللي فاتت ما كانتش سهلة خالص خالص بجد، صدقوني. ما اعرفش، انا بابا كان تعب جدا الفترة اللي فاتت، من شهر 6 تقريبا دخل عمليات، فجأة قلب مفتوح. الفترة دي تحديدا الحياة وقفت، جت تعبت وجت قعدت معانا. فدعوا لها كلكم تحت في الكومنتس، ودعوا لبابا ان هما الاثنين ربنا يتمش فيهم على خير. الفترة اللي فاتت كانت عاملة كده، ده غير كمان ان انا كان بقالي شهور بشتغل على البراند بتاعي ايز بلس، فده برضو كان واخد جزء من غيبتي بصراحة مش هكدب عليكم. يس اخيرا احنا هنا. يا جماعة وحشتني فلوجز، دردشة الفلوجز، واحس ان في حد عايش معايا في هذا الكوكب. المهم انا مش عايز اتاخر، لان انا واحده كنت مخططه لحاجات كتيره جدا، ولكن الكهرباء قطعت وفصلت المنبه وشعري ضرب وحاجه يعني كرب والله العظيم. ان النهارده اخيرا ظبطت وهخرج افطر مع اسراء. انا واسراء بنتكلم كتير، ولكن ما بتظبطش خالص ان احنا ننزل. مش عارفه في حد باصص لنا في علاقتنا ولا ايه. في بعد كده عندنا كذا ميعاد في التجمع، وبعد كده هنرجع على البيت. بس خلونا ناخد دواء الغدة. عايزه اقول لكم يا جماعه ان هو خلصان من السوق كله تقريبا وناقص. عايزه اقول لكم ان انا لسه جايبه الدواء ده من شهر تقريبا ب 250 جنيه. الدواء بقى سعره 750 جنيه. الموضوع ما بقاش يتسكت عليه. بالتجربة هرموناتي بجد شعري لا يسر عدو ولا حبيب. فطلعت عند حمام الضيوف اللي بره علشان شادي وفرح ما يصحوش، بعيدا عن اوضه النوم، ونعمل شعرنا تاني. الفرشة اللي بستخدمها دي من شيرين بيري، ودايما بتسألوني ايه روتين شعري. ترى تم ادراك الوضع الحمد لله. دلوقتي ندخل نحط ميك اب ومنعملش صوت عشان شادي وفرح نايمين. بس الاول طبعا نغسل وشنا. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا بقالي فتره بجرب روتين جديد بجد جامد جدا، بس جربوا اكتر علشان اقول لكم رايي فيه، لانه كمان افوردبل قوي ورخيص. بس انا حاسه ان انا بكتشف الذره حاليا. يلا بينا بقى نكمل السكين كير السيرم، ونستش ان احنا نمد على رقبتنا الاي كريم، وبعد كده المويسترايزر، وبعد كده اخر حاجه واهم حاجه الصن بلوك. وطبعا ما ينفعش ننزل من البيت من غير ما نرتب جسمنا بالمرطب المفضل عندي من باث اند بادي ووركس. بالمناسبه هم عاملين خصومات حلوه جدا، هسيب لكم كمان تحت الديسكاونت كودز بتاعتي. يلا بينا نجهز مع بعض. اول حاجه ببعت شعري كده، وببعت لاسراء اقول لها ان انا هتاخر شويه علشان الموضوع شكله لسه مطول. فابتديت ان انا احط الجلوينج برايمر بتاعي، وببعت لها سيلفي تشيك كده ان انا لسه قدامي حبه، وابتديت ان انا اعمله بلاند. بجد يا جماعه ده من احلى الحاجات اللي بتدي جلو كده حلو جدا للبشره. وبعد كده ابتديت احط الكونسيلر المفضل عندي من لوريال درجه 328.5 عشان دايما بتسال عليها، واحطه بس في التجويف بتاع العين تقريبا زي ما بنقول كده، وجناب الفم. وبجد ابتدوا يا جماعه اعملوا بلاند للكونسيلر بتاعكم بالفرشه وانتم هتدعولي. بجد بيخفي شكل المسام، بيقلل من شكل الخطوط، بيدي اير براش افكت كده بيكون شكله خطير. وحطيت البلاشر الكريمي، ومن بعد دي اخدت الكونتور بتاعي. كل اللي انا محتاجاه بس ان انا ادي دفع للوش، مش عشان احدد حاجه او كده، بس يديله كده لون حلو كده ويبان ان الوش برونز شويه. لو تاخدوا بالكم بستخدم الفرش بس دلوقتي، وهستخدم اللوز باودر علشان اثبت تحت العين، وبحب اقلل كده الباودر على السبونج. وبعد كده ابتدي بس ان انا انور بيها السنتر بتاع الوش واثبت الكونسيلر. مكان ما احط الكونسيلر احط اللوز باودر. وبعد كده هاخد الماك ستوديو فيكس باودر درجه NC30 بالفرشه كده، عشان مش عايزه كفرج تقيل اي حاجه، انا بس عايزه بس اثبت كل حاجه مكانها علشان تدي لي كفرج خفيفه، لان انا مش حاطه اي فاونديشن. وبعد كده هاخد التريو الخطيره دي من ماك، بجد عشق لازم تجربوها. وباخد البلاشر ده وببتدي ان انا اوزعه. بصوا بيدي كده جلو حلو قوي، وما تعرفوش هو هايلايتر ولا بلاشر ولا ايه بالظبط، بس خطير حرفيا. واخد درجه الهايلايتر اللي فيه، بصوا
لمعة خطيرة. وبعد كده الفيكس بلس عشان ثبت كل حاجة في مكانها ويبقى كله داخل مع بعض ويفضل ثابت طول اليوم. بجد الخطوات دي اعتمدوها حتى لو ببرودكتس مختلفة وادعولي. وبعد كده رسمت حاجبي اوف كاميرا وحطيت ماسكرا واستخدمت قلم دوت عمايل سليم عشان اثبت بيه حاجبي، وكمان حددت بيه الانر كورنر. وبعد كده حددت شفاف ده من شي جلام والدرجة 61 من ماك، وبكده يكون الميك اب جاهز وخلصنا. بس عايزة حاجة كده تبين ان الوش فرش وجلوي، فاكتبوا لي تحت ايه رأيكم في الميك اب بتاع النهاردة. هلو، خليني اوريكم الاوتفيت بتاع النهاردة. حبيت البس كله ابيض كده، والوايت كفتان ده من ايس بلس البراند بتاعي، انا لابسه مقاس اكس لارج دبل اكس لارج. بصوا يا جماعة المقاس خطير ازاي، والماتيريال بتاعته لينن كده كتان لو فاهمين قصدي، بس بتاعته جت تحفة. في منه لون تاني كمان، ولبست عليه البنطلون ده من رالف لورين، ولبست عليه التوب البيج ده من اتش اند ام، حبيت الديتيلز. وهلبس عليه الشنطه الفضه دي. بجد النهارده كل لبس ابيض، فالحزام الاسود لازم يبان، مش محتاجين دي بقى، فهنزلها تحت عشان بجد بكره شكلها. بس يعني احنا ماشيين ناخد مخالفات بس يا جماعه. بس نشغل بقى حته حمزه نمره كده، انتوا عارفين مطربي المفضل يا جماعه، اكتبوا لي تحت في الكومنتس مين مطربكم المفضل. وانا حاليا معلقه قوي معايا اغنيه رياح الحياه. انتوا ايه الاغنيه المعلقه معاكم الفتره دي؟ بجد خطيره مش قادره تطلع من دماغي. يلا بينا بقى نروح على اسراء عشان ما نتاخرش يا جماعه. مش عارفه الناس متخلفه النهارده ولا في ايه، ولكن يعني انا ما قابلتش حد الا وكسر عليا يا جماعه. في حاجه اسمها حاره مروريه، لكن انا شكيت ان انا فيها مشكله، او انا بتهيألي ان الناس مستقصداني وبتكسر عليا مثلا عشان مثلا ما شربتش قهوه فانا قلقانه زياده. لا والله العظيم يا جماعه الناس فعلا بتكسر عليا، ربنا كده يوصلنا بالسلامه. بس يعني لا لا في حاجه غلط. ام هاي الاخبار. اعتقد يا اسراء ده اول فلوج ليكي. بصراحه هي يا جماعه اللي اخترت المكان خطير خطير حرفيا، الماء والاكل والوجه الحسن. يا جماعه عايزه اقول لكم ان انبسطت جدا جدا لما قابلت اسراء النهارده، وقعدنا نتكلم قد كده. بصراحه ما صوتش اي حاجه لان الكلام اخدنا، وبجد فعلا في ناس كده بتستمتعوا معاهم بتحسوا مش عايزين تضيعوا ولا لحظه حرفيا. يلا بينا بقى علشان نعمل مشاوير اللي ورانا. النهارده عندنا كذا مشوار، وفي فيديو انا بحضره هينزل لكم على القناه الاساسيه، فيديو بقى ترانسفورميشن كامل. فالنهارده من الترانسفورميشن دي جه دور المايكرو بليدنج واللاشز. فانا رايحه دلوقتي علشان اشوف المواعيد بتاعتي. بجد يا جماعه اعصابي تعبت من الصبح، كنت هروح اعمل ليزر المفروض، بعد كده ابوينتمنت اتلغى، ففي دربكه كده. فالمهم استنوا ان انتوا تشوفوا الفيديو ده على المين شانل، لان الفيديو فيه بقى حاجات كتير. اي حد بيدور على سيلف كير انا هنقل لكم تجربه سيلف كير عن كل حاجه في مصر تقريبا. اوكي يا جماعه انا متعصبه جدا 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 دلوقتي علشان الميعاد بتاعي المفروض رايحه برازيليان مايكرو بليدنج، واللوكيشن طلع غلط. بعد ما وصلت على اللوكيشن لقيت اللوكيشن تاني، لقيت اللوكيشن موصلني عند عماره كده في تجمع، فضغطت بصراحه فتحت اللوكيشن قعدت ادور تاني، لقيت في كذا واحد محطوط في التجمع. وكلمتهم قالوا لي ان هم عند ووتر واي، فانفتحت لقيت ان هو بعيد عن اللوكيشن اللي انا روحت له اصلا بقالي تقريبا تلت ساعه بسوق له في اطراف التجمع، ربع ساعه. فمش عارفه بقى هلحق الميعاد بتاعي ولا لا، فربنا يستر. ربنا يستر يا موهي. كل المشاوير اللي كانت عندي النهارده باظت. مايكرو بليدنج، ما ينفعش اعمل حواجبي، وهتعرفوا السبب ليه يعني، بجد هتتصدموا من السبب اصلا في الفيديو بقى اللي هينزل لكم على القناه الثانيه. وميعاد اللاشز بتاعتي اتاجل. والله انا ابتديت احس ان انا شكلي كويس، مش محتاجه اغير حاجه، خلاص بقى مش هعمل حاجه وهروح اقعد في بيتي. جايه لك يا فروحه. بجد يا جماعه التجمع بقت متوحشه، بقت متوحشه. اوكي يا جماعه، ما افسده العالم يصلحه كوز الدره. احلى حاجه في مصر يا جماعه كوز الدره والله العظيم. هم بقى في كل حته، يعني انا لقيته على طريق السويس وهو في صحرا، بس هو واقف بكوز الدره عادي جامد. اكتبوا لي تحت بتحبوا الدره المشوي ولا الدره المسلوق اكتر. فكرت اني اتغدى سوشي. كمان اللي بيوصل الشروق بيزي على ضربات، انا صعب مش قادره افرهد اروح في حته تانية. هو الموضوع محتاج لغوصه، ده ايموشنال ايتنج انا عارفه. اوكي يا جماعه الموضوع اتسندد اب ان احنا جبنا فرايد تشيكن. جبت يا جماعه المسحب بتاع بازوكا، ناس كتير جدا بتهايب عليه، فيلا بينا نجربه ونشوف فعلا يستاهل الهايب دي والضجه دي ولا لا. اوه
اوكي يا جماعه ده الشخص يامي اي لاف هيمز اند ذس وان. اوكي وفي بعض الصوصات معايا ثلاثه، انا جبت وجبتين، جبت وجبه كبيره اللي هي 14 قطعه عشان محمد اخويا كمان متحمس يدوقوا معايا. It's very yummy. ووجبه ثانيه اللي هي 5 قطع، الخمس قطع مش سبايسي، ثاني كده دي اللي سبايسي، دي مش سبايسي، دي انا جايباها لك. بصراحة شكل البوكس شكله أكبر ولكن هو بوكس صغنن كده. صح يا جماعة الفرايز قليلة أوي، يعني هما دول على 14 قطعة، يعني أكيد اللي هياكل ال 14 قطعة مش بني آدم واحد، فالمفروض الفرايز تكون أكبر، ولكن خلونا ندوق الهايب على ده. بسم الله الرحمن الرحيم. أوه روحي افتحي الخلو بسرعة. سبايسي من جوه بصراحة، يا رب يكون باين. محمرة كده. فأنا عارفة طعم البيك لأن أنا كنت عايشة في السعودية، فبسم الله الرحمن الرحيم يا رب ده يكون شبهه. هو حلو بس هو هجين ما بين الناجتس والمسحب. ايه اي صوص؟ اي صوص صح. لا بعد ما جبتش برضه صوص في باربيكيو في ساوثرن ايلاند. عموما بتاعه حلو قوي، يعني ليفل السبايسي تحفه. بازوكا حلو، على انه بازوكا حلو، محمد بيقول على انه بازوكا حلو قوي. انا صح دي اول مره اصلا اكل اصلا من بازوكا، فخلوني اجرب بقى اللي هو مش سبايسي. القطعه بتاعته اكبر ناجتس، هي مش عارفه باين ولا لا، يا رب يبان. بصوا مفتته ازاي من جوه، ثلاث حتت اصلا جنب بعض مش قطعه واحده، فهي هجين حرفيا وفيها عجينه كده زي الناجتس. هم عاملين هجين ما بين الناجتس والبتاع، بس هو كناجتس اتس فيري يامي، بس هو مش مسحب. هو برده بصراحه اديله 8.5 من 10. يور ريت 7. فير انف 8.5 دي علشان انا بس قلبي طيب. يوم جديد بصراحه. امبارح كنت تعبانه جدا وما جاليش نوم تقريبا الا الساعه 3 الفجر، فانا مش عارفه رحله الارق اللي انا فيها بقالي كام يوم دي هنعمل فيها ايه. انا امبارح شربت فنجان قهوه صغير جدا لما كنت مع اسراء، فاللي هو انا بقالي فتره اصلا ما بشربش القهوه الطبيعيه اللي انا بشربها، ففعلا مش عارفه ايه سبب الارق اللي عندي ده. بفكر انه اعمل اللي هي اسمها حقن النضاره او السكين بوستر، كذا حد قال انها كويسه جدا، فبصراحه لسه مش عارفه. في كده صاحبتي رايحه للدكتور فانا هروح معاها واشوف هعمل ولا لا. بعد كده عندي ميعاد باديكير في التجمع، واخر يوم خالص هنعمل رموشي في ايفنت المفروض احضره بالليل بتاع بيز لاين، بس صح مش عارفه هقدر اروح ولا لا. بس وانا نازله اشوفكم تاني. صباح الخير، لو سمحت عايزه واحد ايس كوفي لارج. لا بلاك. وعايزة روس بيف ساندويتش متسخن. صحي وعامله السكين كير بتاعي. معلش بقى يا جماعه عذره شكلي. اول حاجه بقى انا غيت مكان عملت فيه ضوافري، بجد يا جماعه احلى مكان ممكن تعمل فيه باديكير ومانيكير، كمان رجليا شكلها خطير جدا. بصوا بجد انا ايدي كانت مقساه حرفيا، بعرف اعمله شيبينج حلو، وبالمناسبه ده بولش عادي يعني بالاسيتون بالليل امسحه. بس بصراحه حاسس في نفسيتي موضوع ان انا ما عرفتش اعمل المايكرو بليدنج، فعلشان كده هوريكم دلوقتي بديل كده في البيت نعمله، نظبط بيه شكلنا شويه او شكل حواجبي يعني، لان في حتت فاضيه قربوا لي هنا كده. بصوا هتحسوا ان هنا كده في حتت فاضيه في الحاجب وهنا كده كمان. البرودكت ده احلى حاجه للمشكله دي، وده يا جماعه بيتباع عادي في السوبر ماركت، انا كنت جايباه من سبينس واعتقد موجود كمان على نون، لو لقيته هحط لكم اللينك بتاعه تحت. درجه اللي انا بستخدمها درجه براون اللي هي البني، وده تنتد ايبرو، ده بيقعد على الحاجب تقريبا 3 ايام وبسيبه تقريبا نص ساعه تلت ساعه في الحدود دي، واول ما بمسحه بيدي تنت طبيعي كده للحاجب وبيفضل معايا مثلا 3 ايام حتى لو هتنزلوا بول هتعملوا حاجه. فبجد بحس ان ده حل عملي وسريع. هسيبه تلت ساعه وهعمل الحاجب التاني واجي اوريكم شكلهم النهائي هيكون عامل ازاي. اوكي يا جماعه ده شكله بعد ما مسحته بس بمنديل فيه ميه، وبقوم مسحاه. بصراحه بيخلي الحاجب شكلها خطير،
لمده تقريبا 3 ايام. فلو اي حد حتى مش عايز يعمل مايكرو بليدنج وعايز شكل حجمه يبقى لطيف، فكل 3 ايام تقدروا تعملوه. العلبه دي عايز اقول لكم معايا مثلا بقى لها 8 شهور او حاجه ولسه مليانه، لانكم بجد بتحتاجوا كميه قليله جدا. الفقره اللي كلكم بتحبوها الانبوكسنج. يا جماعه كنت عامله اوردر من نون امبارح فوصل النهارده، فيلا بينا اوريكم جبت ايه. اهو حاجه كده ايه تشير اب الفيديو ده. عايزه اقول لكم خبر حلو جدا، ان دلوقتي يا جماعه اغلبيه منتجات شي جلام موجوده على نون، وبجد اسعارها خطيره. عايز اقول لكم ان انا جبت تقريبا 3 منتجات بالشحن بكل حاجه حوالي 400 جنيه تقريبا، اقل كمان. فهسيب لكم تحت لينكس الحاجات اللي اخدتها، وانا هسيب لكم البرومو كود بتاعتي. عندي ديسكاونت كتيره جدا في نون، فتقدروا تتسوقوا وتوفروا فلوس كتير جدا في اي وقت. يلا بينا. جبت القلم ده وانا كنت مجرباه، بس الشيد بتاعتي كانت وحشه جدا، فجبت بقى الشيد المظبوط اللي كلكم نصحتوني بيها تحت فيديو على اليوتيوب، شوكليت، وده اسمه براو اون ديماند 2 ان 1 براو بنسل، وده كان تقريبا سعره 200 جنيه او 190 جنيه، ده غير كمان الديسكاونت كود بتاعي. بصوا ده بيجي كده من ناحيه اللي هو الفلوماستر ده، ده اللي انا برسم بيه دايما شعري. شعري بتقولوا لي عامله حواجبك ازاي؟ بصوا الدرجه دي خطيره، نفس لون شعري بالظبط. التانيه كانت على اورنج شويه فما حبيتهاش، اللي هي كانت الدرجه اللي قبل دي، فكتير منكم قالوا لي جربي درجه شوكليت. بصوا بقى القلم بتاعه انا بحبه ازاي. عارفين قلم بنفيت نسخه منه صغير جدا وبيرسم شعره شعره، بجد خطير. هاتوه ودعولي، ومش هتجربوا اي حاجه تانية بعد كده لحواجبكم. انا جربت حاجات بنفيت واناستازيا، كل حاجات الدراج ستور موجوده في مصر، بجد ده اجمد حاجه من الاخر. فبما اني بصراحه حبيت منتجات شي جلام للحواجب جدا، فلقيت ده كمان موجود فقلت ان انا اجربه. انتوا عارفين انا بحب اجرب كل حاجه. ده كده شكله، كانت الباكجينج فانسي قوي. في اول حاجه الناحيه دي ده القلم، ده نفس بالظبط الشيب بتاع القلم بتاع اناستازيا. تعالوا كده نشوف الشيت، يا رب تكون حلوه. اوكي حلوه قوي، اشي كده تحفه. خليني اشتري القلم ده. هو الناحيه الثانيه هنا في براو سيلينج زي براو واكس كده، ده بيثبت وبيبقى ووتر بروف وترانسفير بروف. بعد ما ترسموا حواجبكم بتقوموا حاطينه على الشعر وعلى مكان ما انتوا رسمتوا الحاجب وبيتثبتوا بيه الشعر، بيحافظ على الحواجب في مكانها لمده 24 ساعه. هو ده يا جماعه هو بيعمل بالظبط. فبصراحه متحمسه جدا برضه ان انا اجربه واثبت بيه حواجبي واشوف وضعه ايه. وجبت اللي هي الصابونه بتاعت شي جلام، بصراحه مش عارفه دي اوريجينال ولا لا، شاكه بصراحه فيها. دي زي صابونه كده حواجب، بس دي كان ساعتها تقريبا 40 جنيه او 50 جنيه حاجه كده. دي وجاي معاها الفرشه دي، و من جوه الواكس ده اللي بتثبتوا بيه شعر الحاجب. بصراحه دي ما حبيتهاش خالص، اي دونت ريكومند، بس دول خطيرين حرفيا. يا جماعه فاكرين كل الكلام اللي انا قلته من شويه؟ ارموه في الزباله حرفيا. بصوا حواجبي عامله ازاي، بتاعها دي جامده جدا 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 حرفيا. هي دي اللي انا استخدمتها بس على حواجبي هنا. بصوا او ماي جاد يا جماعه، انا اول مره اشوف حواجبي واقفه كده، حتى بالجل بتاع ان واي اكس. بس انا صراحه بيها حواجبي ما بتقفش كده، ما بتقفش كده. الشيدز اللي انا طلبتها شيد شوكليت وابرين تقريبا، عشان بعده تكونوا متخيلين الشيدز. فهي دي الشيدز المظبوطه على شعر حواجبي لو حد بيستخدم نفس الكولرز بتاعتي. خطيرين. حاسه ان انا اكتشفت الذره. شي جلام يوصل لك في مصر تاني يوم، وكمان عليه ديسكاونت فظيعه. ترى نهايه غير متوقعه لليوم. فروحه في ايكيا وبتاكل ايس كريم مامي. ايوه كلك بقيتي ايس كريم، قولي هاي. احلى نهايه ان انا انهي اليوم بتاعي في ايكيا. انتوا عارفين ان ده مكاني المفضل تقريبا، وانهي كمان مع ايس كريم ساقع. كان عندنا حاجات محتاجين ان احنا نعملها، وفرحه مبسوطه قوي. صحي فرحه، فهتاخد الفلوج ده محتاج ان هو يخلص هنا، عشان فرحه هتاخد الموبايل. وعلشان صحة بقى لنا كتير قوي مع بعض، بس انتوا كنتوا وحشاني قوي. وهستناكم الفيديو الجاي، بحبكم قوي قد الدنيا كلها. ايس كريم.